بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي اشتغل باوامر التعديل. اوامر التعديل دي اوامر بسيطه جدا، واشتغلنا بيها في برامج كتيره زي الاوتوكاد زي الريفت، بس هنا في اختلافات بسيطه هنشوفها مع بعض. دلوقتي انت ممكن مثلا ترسم بوينت، تمام، وهتشوف البوينت دي ممكن تفيدنا في ايه. ممكن ترسم مثلا هنا، تمام، وممكن تدوس كنترول وتبدا تطلع، تمام، انت تطلع في الزد، لما تدوس كنترول يبقى تطلع في الزد مثلا بالمقدار اللي انت عايزه، المقدار اهو، تمام كده. يبقى انت حطيت النقطه ديت، وتقدر تعمل لها موف في الاكس او الواي او الزد زي ما انت عايز. وممكن من فيو هنا تحدد الشغل بتاعك هيبقى في البلان ولا في السايد ولا في الفرونت، يعني كده البلان كده السايد، تمام، زي ما تحب برسبكتيف. ومن هنا تقدر تغير في البرسبكتيف بتاعك بالشكل دوت. وتقدر تعمل سيلكت على اي عنصر انت عايزه ودوس زد تطلع، تمام، تطلع بمقدار قد ايه، ولو دوست شيفت زد تنزل بمقدار قد ايه، بالمقدار دوت، تمام. يعني لو غيرت ده مثلا خليته 1000 مثلا، تمام، وبدأت تدوس زد نفسك تطلع بمقدار كبير قوي، شيفت زد بتنزل بمقدار متر، تمام. ممكن تشتغل بأمر موف عادي، بس تعمل سيلكت على اللي انت عايزه وتقول له موف تنقل حسب الحاجة اللي انت عايزها، تمام. بيديك انت تنقل مثلا في الواي، ممكن تقول لا ده انا هنقل مثلا في الزد، في زي يعني هنا تقدر تختار انت هتنقل في الاكس ولا في الواي ولا في الزد. طيب خلينا نرسم مثلا خطوط. طيب انا كده دلوقتي هبدأ ارسم لاين اهو. طيب اللاين ديت اللاين ديت عبارة عن ايه، تمام. يعني لو جيت عملت سيلكت عليها وجيت تبص في الخصائص بتاعتها، بتلاقي ان هو معرفه على انها لاين. تقدر بعد كده تغيرها تخليها مثلا فلور زي ما انت عايز، تمام، يعني وتقدر تختار الماتيريال بتاعتها تغيرها. انما لو جيت ترسم زون، ده هيديك ميزه ان انت وانت بترسم بسكيب، تمام، وانت بترسم بيبدا هو يعرف ان دي الارضيه. يعني لو جيت علمت كده هتلاقي هو اوتوماتيك عارف ان دي فلور، عارف ان ده الوول. طيب عايز اعلم على الجزء اللي فوق، دوس عليه واحده واقول له مسطره، هيبدا يقول لك ان دي السيلينج، تمام. وهنا هتلاقي الزونات، تمام، الزونات دي اللي هي الشكل اللي احنا بنعمله، وتلاقي زي الليرات، بس يمكن هنا في سيرمال عايز تعمل حسابات ولا لا براحتك. طيب ممكن تشتغل مثلا بان انت تقول له ان ده بلان، طيب، وتعلم بعد كده على البلان. وممكن تقول له بعد كده اعمل لي اكسترود، او تدخل في الخصائص بتاعه الشكل دوت وتعدل الخاصيه بتاعته. يعني هو دلوقتي هنا مثلا انا معلم على العنصر دوت، فممكن اعدل فيه في الزد مثلا بالشكل دوت، تمام، نخليها مثلا 4000. ده لسه بتعرف عليه ان هو بارتيشن، فتقدر تقول له لا ده وول، بحيث ان هو يبدا ياخد خصائص الوول. من حيث هنا برضو تقول له انا عايز الخصائص بتاعه الوول، تبدأ تختار النوع الوول بتاعه، تمام. برضو هنا ممكن تيجي هنا بعد ما ترسم دوت، تقول له انا عايز اعمل ده مثلا روتيت. فروتيت بتنقل الاكس والواي والزد دي للحاجه اللي انت عايزها هنا مثلا، وتبدا تحدد زاويه الروتيت بتاعتك اللي انت عايزها اهو، تمام. او تيجي هنا، ده هنا بيعمل، تبدا بقى تكتب الزاويه في الاكس او الزاويه في الواي او الزاويه في الزد، او تقول له لا ارجع تاني للشغل بتاعك العادي. هتبدا تحدد الزاويه اللي انت عايزها وتكتبها بالشكل ده. وممكن حتى تيجي تعمل سيلكت وتتعلم مثلا على نقطة واحدة، أنا عايز أعمل روتيت للنقطة دي مثلا، تمام. أو من هنا وأنت بتعمل سيلكت بتختار تختار أنا عايز مثلا أشتغل على الأوبجكت ولا النود. فلو أنت شغال على النود وقلت له روتيت، ها
خلاص هتبدأ بقى تحدد الزاوية بتاعتك. انت كده حددت ال X و Y و Z مثلا، هتحطها هنا برضو وتبدأ تختار الزاوية بتاعتك. فانت كده بتأثر على النقطة دي، بتعمل لها روتيت زي ما انت عايز، مش على الشكل، تمام. وتقدر تعمل موف للنقطة دي براحتك، وتقدر تعمل سكيل. بس خلينا نعمل سكيل للشكل كله. اوبجكت وتقول له انا عايز اعمل سكيل، فتبدا تحدد انت عايز تعمل سكيل في الاكس ولا في الواي ولا في الزد ولا فين كلهم. تقدر تعمل له اكسترود يعني زد، حاول انت تعمله تبقى دايس على كنترول، تمام. وبعد كده تقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه عشان يعمل لك الاكسترود بتاعك. وممكن تقول له هنا سيت اوريجن، تحدد نقطة الاصل بتاعتك او الاكس والواي والزد اللي انت هتشتغل عليها. وبعد كده بنلاقي امر اللي هو نمرك ترانسفورم، ده اللي هو هيفتح لي القائمة ديت. القائمة دي كويسة جدا ان انت تقدر تحط اي تعديلات انت عايزها، يعني مثلا عايز تعمل روتيت، سكيل، ميرور، اكسترود، ريفولف، اللي انت عايزه من خلال ان انت تكتب ارقام بقى، يعني بتبقى ادق شويه. ان انت مثلا عايز تقول له موف، تقول له مثلا موف في الواي بمقدار مثلا 1500، وتقول له ابلاي ترانسفورم. عايز تقول له مثلا هنقل مثلا في الاكس،